السلام عليكم على الجميع، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي اللي غادي نشارك معكم فيه بعض الكلمات التركيه اللي هي في الاصل من اصول عربيه. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.